في البداية تقدم بعض الإحصائيات أو القطاع التعليم العالي إحصائيات جديدة حتى حينما نرفض سياسات ونتحدث عن الإشكاليات تكون في إطار هذه الأرقام. 2011 2012 كنا في 340 ألف طالب، الآن نزل الأعداد إلى 260 ألف طالب. باسم وزارة التعليم والتشغيل توجه إليكم اليوم في مداخلة حول وضعية الشباب في قطاع التكوين المهني والتشغيل. أحدثت أكثر من 30% من الشباب هو يعاني من بطالة عالية، رغم أن مؤشر التمدرس اللي قادمها أخونا هي معناها عالية جدا. كيف ينطلق الأعداد إذن لصياغة السياسات من وجهة نظر هذه المقاربة؟ ينطلق من الإجابة على التساؤلات الرئيسية التالية: من هم أصحاب الحقوق؟ ما هي مطالبهم؟ ما هي انتظاراتهم؟ من هم القائمون بالواجبات؟ ما هي واجباتهم؟ ما هي قدراتهم؟ ما هي إمكانياتهم؟ وما هي على وجه الخصوص مؤشرات نجاح سياسة مندمجة موجهة للشباب؟ كانت أشغال المنتدى رائعة ومثمرة ومفيدة جدا للموضوع اللي طرحناه اللي هو السياسة القومية في الشباب. هناك نوع من التحالف الفكري الثقافي ليقع صياغته لبناء سياسات عبر قطاعية مدمجة وتشاركية. أنا أعتقد أن المشاركة كانت جدية جدا، كانت متنوعة بشكل جيد للغاية، كان ثم حضور معناها نسائي متميز لأن تقريبا نصف القاعة ونصف المشاركين كانوا من النساء. سعيد جدا بأني تعرفت على إطارات من الدولة التونسية والإدارة التونسية اللي ناس مغرومين بالقطاع بتاعهم، مغرومين بالخدمة بتاعهم. أعتقد على أنه المنتدى حقق أهدافه، أحدث حوارات متواصلة لمدة 3 أيام حول كل أبعاد الموضوع المطروح. الورشة اللي كنت بشوف عليها هي ورشة البحث العلمي والمتابعة والتقييم، وطرحت فيها إشكالية البحث العلمي في علاقة بالشباب وأهمية إبراز الدولة لأولوياتها على مستوى البحث العلمي وتحفيز الباحثين لمزيد العمل على صياغة سياسات عمومية قائمة على البحث العلمي. موضوع الورشة هي ورشة المشاركة، الهدف منها هو تشخيص الصعوبات التي اعترضت خلينا نقول مختلف الفاعلين في تشريك الشباب في صياغة وبلورة السياسات الشبابية في تونس وصياغة وبلورة البرامج الشبابية في تونس. للأسف غياب مشاركة فعلية وناجزة للشباب في صياغة وبلورة السياسات والبرامج، وبالتالي المقترحات اللي قدموها انطلقت سواء من تجربة عملية أو من خلال الاستفادة من تجربة. موضوع الورشة نتاعي كان الالتزام السياسي والإطار القانوني. التقييم أنه الحوار كان شيق جدا. تفاجأت بأنه هناك نوع من الديمقراطية داخل الوزارة هذية، أنه رغم وجود مختلف الرتب الإدارية في نفس القاعة في نفس الفرق، وإنما كان الحديث بكل أريحية. النقاش كان جيد جدا والمخرجات متاعه كانت جيدة جدا أيضا. ورشة السياسة عبر القطاعية أنا في اعتقادي وليس تميز على الآخرين كانت جدا ناجحة. اللي عجبني فيها أنا اكتشفت خلال هذه الوحدة على أنه هناك كفاءات تسخر بها وزارة الشباب، كفاءات متميزة على مستويات عدة. ورشتها كانت فضاء للحوار، كانت مناسبة للتلقح الفكري، كانت فرصة لطرح الصعوبات والتحديات والإشكاليات.